السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد نبدأها بالعناوين. نبدأ في الوطن القطري، ختام رائع لمعرض ومؤتمر أسباير فور سبورت. في الوطن أيضا باولو سوزا، المؤتمر يخدم تطور الكرة العالمية. في الشرق القطرية، العناب الأولمبي أمام المكسيك في بروفا سرية. في الراية الرياضية، عدنان العالي صدارة تحيل للدوري أمر طبيعي. في الثورة السورية، الثقة موجودة في المنتخب رغم الغيابات المؤثرة. نتابع من الشروق التونسية الأبطال في المونديال. في المنتخب المغربية، الماجيك بوطيب قهر الجابون بأجمل هاتريك. في الشروق الجزائرية، الكراز يخسر الرهان وزطشي يضيع الخضر. عالميا من ليكيب الفرنسية، هذا هو المطلوب. في ماركا الإسبانية، راموس ملكي حتى 2021. وأخيرا من كيكر الألمانية، نوير شفائي قد يستغرق نصف عام. كانت هذه أبرز عناوين صحف اليوم، المزيد من الأخبار والأحداث التي نقلتها الصحف الصادرة اليوم طبعا تأتيكم بعد قليل، تابعوا. أهلا بكم من جديد، نستهل جولتنا على صحف اليوم من الدوحة وأبرز ما طلعناه في الملحق الرياضي لجريدة الوطن القطرية. ختام رائع لمعرض ومؤتمر أسباير فور سبورت، إسدال الستار على فعاليات النسخة الثامنة، ستانفورد بريدج يشهد حراكا يثري الرياضة العالمية، نجوم الكرة الأوروبية والمدربون الكبار يقدمون عصارة تجاربهم. ننتقل إلى صفحة أخرى لملحق الوطن الرياضي لنتابع ردود الفعل وأبرز التصريحات التي شهدها اليوم الأخير لمؤتمر أسباير فور سبورت في لندن. شكر العارضين والمشاركين رئيس اتحاد الكرة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني، أسباير أصبحت محركا رئيسا للرياضة العالمية. فهد الثاني نسعى لعقد الشراكة مع الأكاديميات العالمية. رونالد ديبور، أسباير فور سبورت يتطور عاما بعد عام. نجم الكرة البرتغالية باولو سوزا، المؤتمر يخدم تطور الكرة العالمية. أريغو ساكي يقول المؤتمر ينعش مجتمع الكرة العالمية. والمدرب الإنجليزي روي هاتسون، عالم كرة القدم يتغير بسرعة مذهلة. وبالتعاون مع مؤسسات ليونيل ميسي وسبيك أب أفريكا، أسباير تعلن انتهاء المرحلة الأولى من حملتها لمكافحة ملاريا في أفريقيا. إلى صفحة أخرى من صفحات الوطن ومنها نتابع العنوان التالي. يسعى لنهاية مميزة اليوم في مدينة سبا البلجيكية، عنابي السيارات يتصدر مونديال التحمل. ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق ونقرأ فيها. اليوم بقرار من الجهاز الفني، العنابي الأولمبي أمام المكسيك في بروفا سرية. في الصفحة ذاتها نتابع، شبابنا يلتقي أوليبيا سلوفيني وديا الليلة استعدادا للتصفيات الآسيوية. دائما مع الملحق الرياضي لجريدة الشرق القطرية ومن صفحة أخرى نتابع. في انطلاق الجولة الثانية لكأس كيو اس ال، الملك يتحدى السيلية. وفي مواجهة مهمة الاخريطيات يسعى لمواصلة انطلاقته امام الخور اتحل والغرفة في لقاء خارج التكهنات. اما الصفحة الأخيرة لملحق الشرق فجاءت على الشكل التالي.
قطر تحتكر الذهب في بطولة الكويت الدولية للشراع. في التفاصيل، احتكر متسابقو المنتخب القطري الذهب في منافسات بطولة الكويت الدولية للشراع في نسختها العاشرة التي اختتمت أمس. ورئيس الاتحاد القطري للشراع والتجديف عبدالله الصليطي يعرب عن سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها متسابقو العنابي، وخاصة الثنائي عبد الرحمن النصر وفارس البكري. نترك الشرق وننتقل إلى العرب، والعنوان يقول: في لقاء ودي يعزز العلاقات القطرية التركية، السد يواجه طرابزون فتح البريك، يقول مرحبا بالأشقاء. جوسفالدو فيريرا: المباراة ترجمة لعلاقات الصداقة بين البلدين، ومدرب طرابزون يؤكد المباراة رد جميل لزيارة صاحب السمو لنا في تركيا. ودمروك لاعب طرابزون يقول: أفاق تعاون كبيرة بين البلدين. مزيد مما جاء في ملحق العرب الرياضي اليوم نتابعه من الصفحة التالية. العطية ثانيا وساينس في الصدارة، الأمطار تعطل رالي المغرب الصحراوي. عبد الله العراشي رئيس الاتحاد المغربي للدراجات النارية يقول: المشاركة القطرية مثال يحتذى به. إلى الصفحة الأخيرة لملحق العرب، ومنها نتابع العنوان التالي: قطر تستعد لاستضافة مونديال الجمباز. نواصل جولتنا في الصحف القطرية وننتقل إلى استاد الدوحة وهذا الحوار. رئيس نادي العروبة العماني محمود المخيني لاستاد الدوحة سعداء بمعسكر الدوحة ومتفائلون بنتائجه. ورئيس البعثة يقول: المعسكر كان مميزا وحققنا الاستفادة منه. وناصر الغناني أمين الصندوق في نادي العروبة: معسكر الدوحة نقطة انطلاق للفريق. آخر وقفتنا مع الصحف الصادرة في الدوحة ستكون مع الراية التي طالعتنا بالحوار التالي مع عدنان العلي أمين السر العام لنادي تحيل، والذي قال فيه: صدارة تحيل للدوري أمر طبيعي، السد والريان الأقرب لمنافستنا على البطولات هذا الموسم، نتطلع للحفاظ على لقب الدوري وحصد المزيد من الألقاب المحلية. اسألوا الياس عن مشكلته ولسنا طرفا فيها، والحل بيد اللاعب نفسه. ندعم الحكم المواطن في كل الظروف ونحترم قرارات لجنة الانضباط، لا نفرق بين نادٍ وآخر ونتعامل مع الجميع، ولا مشاكل لدينا مع أحد. في أسفل الصفحة عنوان آخر يقول: لياس أحمد لاعب الغرفة الشاب للراية، رئيس النادي أنقذني من الإحباط، الغرفة قادر على العودة لمنصات التتويج بشرط مساندة الجماهير. ننتقل إلى صفحة أخرى من صفحات الراية، والخبر يقول: منتخبنا يتفوق على السعودي ويعبر لدور الثمانية، طائرتنا الشاطئية تحلق في سماء أوساكا اليابانية. إلى الصفحة الأخيرة لملحق الراية الرياضي، ومنها نتابع: العربي يستعيد الصاروخ يوسف أحمد. وعلى يسار الصفحة مقال تحت عنوان إقالة آدم بقلم نايف بن خليفة، الذي تناول إقالة نادي المرخية للمدرب يوسف آدم على الرغم من مرور حوالي أسبوعين على إقالته. في تصريحاته لأحد الصحف المحلية، أرجع السيد مبارك النعيمي رئيس نادي المرخية سبب اتخاذ هذا القرار إلى انعدام الانسجام بين مدرب الفريق وبقية أعضاء الجهاز الفني وكذلك الجهاز الإداري. إذا كان هذا هو سبب الإقالة، ألم يكن من المفترض أن يتم الاستغناء عن جميع أطراف المشكلة؟ لأن إدارة النادي حسب كلام الرئيس لم تتمكن من تقريب وجهات النظر، وحين حاولت الإدارة حل المشكلة هل قامت بتخيير أطرافها إما بالتجاوب معها أو أن يتم إبعاده من أجل عدم الإضرار بمصلحة الفريق حتى لا يدفع المدرب وحده الثمن؟ أما إذا كانت إقالة الكابتن يوسف آدم بسبب تحميله مسؤولية هزيمة الفريق في المباراتين الثانية والثالثة في الدوري، فمن المسؤول عن هزيمة الفريق في اللقاء الأول في البطولة أمام السد إداريا بعد أن تمكن من الفوز بتلك المباراة فنيا؟ جولتنا العربية نبدأها من العراق، ومن صحيفة فوتبول نقرأ:
على بركة الله، منتخبنا للناشئين يفتتح اليوم مشواره المونديالي بمواجهة المكسيك. قحطان ناجتير: أثق بلاعبينا وأمل أن نكون في يومنا وأطالب بالموضوعية في التعاطي الإعلامية. سالغادو نجم ريال مدريد: العراق منجم للمواهب وفخور بلعبكم المونديال، وأتمنى رفع الحظر عنكم بسرعة تليق بإنجازاتكم. من صفحة أخرى من فوتبول العراقية نتابع هذا الحوار. لاعب منتخبنا الوطني والمحترف مع بيروز الإيراني بشار رسن في حوار مع فوتبول: الفرق بين دورنا والدور الإيراني كالفرق بين الثرى والثريا، تركت ملايين الدور العراقي مقابل التطور في أعظم أندية آسيا. المنتخب الوطني يسير في الطريق الصحيح، وإدارات الأندية هي من تجبر النجوم على الرحيل. 30 مليون مناصر يقفون خلف بيربوليس في إيران، وكرار جاسم نجم فوق العادة. نبقى في العراق ونترك فوتبول العراقية وننتقل إلى المدى ونطالع فيها. الصالح يفوز بعضوية التنفيذي الآسيوي للصحافة الرياضية، إجماع عربي آسيوي على دعم العراق إعلاميا ورياضيا. الاتحاد الدولي يحتفي بالأعضاء الجدد، وجميل يطالب بصفحة جديدة. من الصفحة ذاتها نقرأ خبرا آخر بعنوان: مبادرة عراقية كروية لحسم إقامة خليج 23. إلى الكويت، ومن صحيفة الأنباء نقرأ: أكد لبرنامج المكشوف الرياضي أن مقترحه لا يلغي وجود الأندية القائمة حاليا. الفضل فيفا وجد رغبة كبيرة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في رفع الإيقاف. هدفنا تطوير الرياضة المحلية والنهوض بها. القانون يشمل تحصين اللاعب الكويتي المحترف، ووجود أندية خاصة لا يعني الخصخصة. إلى الأردن، ومن صحيفة الدستور نطالع: استعدادا لملاقاة أفغانستان بتصفيات كأس آسيا لكرة القدم، النشامى يتدرب في طاجكستان. إلى سوريا، وآخر استعدادات المنتخب السوري للمواجهة الحاسمة مع أستراليا بعد غد، ومن صحيفة الثورة نقرأ: استقبال حافل لمنتخبنا الأول في سيدني، التدريبات بدأت، الغيابات مؤثرة لكن الثقة موجودة. ومن الصفحة ذاتها أيضا نتابع هذا المقال للكاتب مازن أبو شملة، الذي أكد أن الحلم ما زال مستمرا للنسور قاسيون. الكاتب قال إن المنتخب السوري لا يزال متمسكا بكل بارقة أمل تقربه من بلوغ مونديال روسيا الصيف القادم رغم صعوبة المهمة. عندما يلتقي نسور قاسيون الكنغر الأسترالي للمرة الثانية بعد غد على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب من الملحق الآسيوي، سيكون هدفهم الأوحد وهاجسهم اليتيم الحسم وانتزاع بطاقة العبور إلى الملحق النهائي ومواجهة رابع أمريكا الشمالية. ولن تكون نتيجة مباراة الذهاب إلا دافعا على استمرارية العطاء وحافزا على مواصلة المشوار، ولكن تبقى معطيات الملعب ولغة الأرقام الفيصل. إن الوصول إلى هذه النقطة إنجاز كبير كان خارج إطار الترشيحات والتخمينات، وهذا ما جعل التطلعات تتضخم والطموحات تتعاظم، وجعلنا محكومين بالأمل ومسكونين بالتفاؤل. إلى تونس، وردود فعل الفوز الكبير للنسور قرطاج على غينيا واقترابهم من التأهل للمونديال، ومن صحيفة الشروق نقرأ هذا العنوان: بعد فوزهم برباعية على غينيا وفي انتظار التأكيد الأبطال في المونديال، إذن أصبح نسور قرطاج على بعد نقطة واحدة من ضمان التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد الفوز الكبير على غينيا بالأربعة في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية. ومن المقرر أن يستضيف منتخب تونس المنتخب الليبي في الجولة الأخيرة، ويكفيه التعادل لحسم بطاقة العبور لروسيا. نبقى مع الشروق التونسية ونقرأ هذا التصريح لنبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، وجاء فيه: نبيل معلول: بلغنا نسبة 95% من الترشح إلى مونديال روسيا،
نبيل معلول مدرب نصر قرطاج، وعلى الرغم من الفوز الكبير إلا أنه أكد أن مباراة غينيا بالأمس لم تكن سهلة، خاصة وأن لاعبي تونس نجحوا في تحويل الخسارة بهدف إلى فوز بالأربعة نتيجة الروح العالية والتصميم على الانتصار. بدورها أشادت جريدة الصحافة التونسية بالأداء الذي قدمه يوسف المساكني مع نصر قرطاج بالأمس، وقادهم للانتصار على غينيا بالأربعة مسجلا ثلاثية هاتريك. الجريدة وصفت المساكني بأنه لاعب سوبر، ورجحت مهارته كفة المنتخب التونسي، وجعلته على بعد خطوة من التأهل لمونديال روسيا. احتاج المنتخب الوطني مجددا لمهارات نجمه يوسف المساكني لتحقيق انتصار جعله على أبواب التأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 سنة، حيث نجح لاعب التحيل القطري في قيادة نصور قرطاج إلى تجنب عثرة في كوناكري كانت ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه عندما سجل هاتريك، مؤكدا مخزونه الفني الكبير وقدرته على التعامل مع كل الوضعيات. فالطريقة التي سجل بها تبرز أن المنتخب الوطني يملك لاعبا سوبر يستحق اللعب في أعتى الفرق الأوروبية، ولا يمكن المرور على المباراة دون الإشادة بمستوى متوسط ميدان النجم الساحلي أمين بن عمر الذي كان ناجعا دفاعا وهجوما. إلى المغرب، ونتابع ماذا كتبت الصحافة المغربية عن فوز أسود الأطلس على الجابون بالثلاثة واعتلاء صدارة المجموعة الثالثة. صحيفة المنتخب كتبت تحت العنوان التالي: الماجيك بوطيب قهر الجابون بأجمل هاتريك. الصحيفة أشادت بالمهاجم خالد بوطيب الذي أحرز ثلاثية هاتريك، مما أعطى الصدارة للمنتخب المغربي وبفارق نقطة عن منتخب ساحل العاج، لتكون الموقع الأخيرة بين المغرب وساحل العاج هي الحاسمة للتأهل للمونديال، ويكفي أسود الأطلس نقطة واحدة لضمان الفوز ببطاقة التأهل. نبقى في المغرب ومع صحيفة المنتخب أيضا نقرأ: ما قصة الإسهال الذي ضرب فهود الجابون؟ في التفاصيل، ذكرت الصحيفة وعلى لسان النجم الجابوني أوباميانغ الذي أكد عبر تغريدة له أن الكثير من زملائه عانوا من الإسهال نتيجة لتناولهم عصير ليمون مشكوك في أمره خلال وجبة الإفطار قبل المباراة. كما قال الإسباني كاماتشو مدرب المنتخب الجابوني أن أشياء غريبة حدثت لم يفهمها، منها أن اللاعبين خرجوا لتناول وجبة في مطعم آسيوي. وعلى الرغم من هذه المبررات إلا أن كاماتشو قال أن المنتخب المغربي كان الأحسن واستحق الفوز. ختام جولتنا العربية من الجزائر ومن صحيفة الشروق نقرأ: هدفان جديدان يمزقان شباك الفاف، الكراز يخسر الرهان وزطشي يضيع الخضر. في التفاصيل، قالت الصحيفة أن المنتخب الجزائري عجز عن حفظ ماء الوجه في الجولة الخامسة من التصفيات المونديالية، وتلقى خسارة جديدة أمام الكاميرون بثنائية نظيفة ليقبع في المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة. جولتنا على الصحف العالمية نبدأها من فرنسا وصحيفة ليكيب التي كتبت على غلافها تقول: هذا هو المطلوب، هدف وحيد أحرزه بليز ماتويدي كان كافيا لانتزاع منتخب الديوك 3 نقاط لتضمن فرنسا إنهاء مجموعتها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ضمن أول مركزين. الصحيفة الفرنسية نقلت استياء المدرب ديديا ديشان من أداء لاعبيه، لكنه قال: الفوز خارج ملعبك يبقى الأهم. فوز هولندا على روسيا البيضاء في التصفيات المؤهلة إلى المونديال أبقى على آمالها في التأهل، لكن التشاؤم بدا واضحا في الصحف هناك، والعنوان التالي من دي تيليغراف الهولندية. العنوان يقول: ثالث العالم أبعد من أي وقت مضى، هولندا ستقول وداعا للمونديال يوم الثلاثاء، على الرغم من أن اللقاء الأخير لمنتخب الطواحين أمام السويد يوم الثلاثاء المقبل سيقام في أمستردام، إلا أنها تحتاج للفوز بفارق 12 هدفا إذا ما أرادت التأهل إلى ملحق التصفيات. دي تيليغراف قالت بعد فوز السويد ب8 أهداف على لوكسمبورغ أمس: بإمكاننا القول وداعا للمونديال.
ننتقل إلى الصحف الإسبانية وتحديدا ماركا التي كتبت على إحدى صفحاتها العنوان التالي: راموس ملكي حتى عام 2021. الصحيفة المدريدية كشفت تفاصيل إدارة ريال مدريد لاتفاق يتم بموجبه تجديد عقد قائد الفريق سيرجيو راموس حتى عام 2021 ليكمل الدوري الإسباني 16 عاما مع نادي الملكية. ماركا أكدت أن تجديد العقد تم بسرية تامة خلال الموسم الماضي، وأن الإعلان الرسمي سيكون في الأيام المقبلة ليصبح صخرة دفاع ريال بموجب العقد الجديد واحدا من أغلى لاعبين أجرا في النادي. من إسبانيا إلى ألمانيا، وخبر سيء لعشاق المانشافت والبافاري تنقله ككرة عبر العنوان التالي: نوير شفائي من الإصابة قد يستغرق نصف عام. ضربة قوية تلقاها عشاق النادي البافاري بعد أن كشف مانويل نوير عن فترة تغيبه عن الملاعب. قائد بايرن ميونخ توقع أن تطول فترة تعافيه لغاية 6 أشهر بعدما كانت المعطيات تشير إلى عودته في يناير المقبل. كيكر نقلت عن الحارس الدولي الألماني تأكيده أن الهدف الرئيسي يتمثل في المشاركة مع المانشافت في رحلة الدفاع عن لقب المونديال، حيث وصف هذا الهدف بالحلم الذي يتمناه الجميع. إلى صحيفة مترو الإنجليزية التي عنونت: أنطونيو كونتي يفكر في ترك تشيلسي والعودة إلى وطنه إيطاليا. الصحيفة رأت أن المدرب أو مدرب البلوز يفكر جديا في مستقبله مع النادي اللندني الذي قامت إدارته بزيادة راتبه عوضا عن تمديد عقده، وهو ما يترك انطباعا بعدم رغبة كونتي في البقاء بإنجلترا، وبخاصة بعدما صرح في وقت سابق هذا العام بأنه ينوي العودة إلى وطنه. نختم حلقتنا اليوم مع فقرة غريب عجيب، وذلك بخبر طريف من صحيفة جلوبو البرازيلية التي تطرقت لصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب نادي ساو باولو البرازيلي. التفاصيل نتابعها في غريب عجيب. لا يخفى على أحد مدى عشق الجماهير في البرازيل لأنديتها ومدى الندية والكراهية بين جماهير الأندية التي تقع في نفس المدينة. صورة واحدة أشعلت فتيل الحرب بين جماهير ساو باولو وبين نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث نشر الأخير صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مرتديا قميص نادي بالميراس الغريم التقليدي لساو باولو، وذلك داخل مرافق ساو باولو حيث يتدرب المنتخب البرازيلي. جماهير ساو باولو اعتبرت ذلك استفزازا واضحا من النجم البرازيلي، وطلبت منه خلع قميص بالميراس وارتداء قميص ساو باولو بما أنه يتواجد داخل مرافق النادي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم من جرائد، ملتقانا يتجدد غدا في حلقة جديدة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.